أقام النادي الأهلي بالجزيرة احتفالية لتكريم الموظف والعامل المثاليين عن شهر إبريل الماضي تحت رعاية محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وذلك تزامنا مع عيد العمال، فيما قام خالد مرسي مدير المقر بتسليم خالد موسى من إدارة العلاقات العامة جائزة الموظف المثالي، فيما حصلت أسماء محمد رابح على جائزة العامل المثالي، وتم منح الثنائي جائزة مالية وشهادة تقدير. وأكد خالد مرسي أن مقر النادي بالجزيرة حريص على إقامة حفل شهري لتكريم العامل والموظف المثاليين، وأن يوم التكريم شهد إقامة مهرجان رياضي شارك فيه العاملون بالنادي، مؤكدا سعادته هو شخصيا بالمشاركة في مباراة خماسي ضمن الاحتفالية. وشدد مرسي على أن هذا الاحتفال هو رسالة تأكيد على قوة الترابط بين جميع الإدارات بالنادي.